الأول في بداية هذه الحلقة معانا ضيف ثقيل جدا، ضيف مهم جدا، واحد من أهم المديرين الفنيين اللي اشتغلوا في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه. درب العديد من الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي، اسم معروف وكبير في البريمير ليج. معايا عبر زوم الآن المدرب الكبير الإنجليزي هاري ريدناب، المدير الفني السابق لأندية توتنهام وويست هام وبورنموث وعدد أكثر من الأندية الإنجليزية. يا فندم سعداء جدا وتشرف جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Thank you very much. It's a pleasure. شكرا جزيلا لاستضافتي، أنا مسرور جدا لتواجدي هنا. نحترم جدا هذه المسيرة الرائعة لك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسؤالي الأول ليك، ما هي التجربة الأفضل بالنسبة لك؟ ما هي التجربة التي تعتز بها وتسعد بها دائما عندما تتذكرها؟ My best experience. Very difficult. I had a great time. أنا هذا سؤال صعب لأني كان لدي وقت وأوقات رائعة في الكثير من البطولات، وخصوصا مع ويست هام في دوري أبطال أوروبا. تعاملت مع الكثير من اللاعبين الشباب في كل مكان، في بورتسموث كذلك كان لدي وقت رائع في الكأس إنجلترا. لذلك هي أنا دربت حوالي 500 مباراة، فبالتالي لدي الكثير من الذكريات مع الكثير من الفرق. هذه التجربة الرائعة الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، هل أنت راضي عنها بشكل كافي؟ هل كنت تتمنى أفضل؟ هل كان هناك أندية بعينها كنت تتمنى أنك تشتغل معها في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ لا، أنا لدي أنا قضيت وقتا رائعا، لكني لم أتمتع بقيادة المنتخب الإنجليزي، لم أكن محظوظا، ولكن كان لدي الحظ أن أدرب الكثير من اللاعبين كريو فيردناند، فرانك لامبرت، جاريث بيل. على مر هذه السنين أنا تعاملت مع العديد من اللاعبين الرائعين، فبالتالي أنا كنت محظوظا وقضيت وقتا رائعا خلال مسيرتي التدريبية. وربما نسيت الأهم، لوكا مودريتش، أحد أفضل اللاعبين في العالم حتى هذه اللحظة. لوكا مودريتش بداياته الرائعة مع توتنهام، اشتغلت معاه إلى أن انتقل إلى ريال مدريد وحقق الكثير من الإنجازات. ماذا تتذكر عن لوكا مودريتش؟ حينما أتيت إلى توتنهام كان يلعب في الجناح الأيسر، وحينما ذهبت إلى توتنهام حركته ونقلته إلى منتصف الملعب. لم يكن على هذه الحال قبل أن آتي، هو لم يكن قويا كفاية ليلعب في مركز خط الوسط، ولكن طريقتي حينما خضنا مباراة أمام الأرسنال وضعته لأول مرة في مركز وسط الملعب وفزنا بالمباراة. وفي هذا اليوم، يوم السبت، قال لي هاري أنا سعيد، وقلت له لقد أديت بشكل رائع، أنت تلعب أمام لاعبين مثل في مركز لاعبين مثل بالك ولامبرد وجيرارد، فبالتالي أنا أريدك أن تكون قويا مثلهم. أنا لعبت به في يوم السبت في الأسبوع التالي، وقد أدى في مركز نصف الملعب بشكل رائع، كان مذهلا للجميع. لوكا مودريتش بالتأكيد هو واحد من أعظم اللاعبين في العالم، وسؤالي القادم ليك، هل ترى أن لوكا مودريتش قادر على البقاء مدة أكبر مع أو أطول مع ريال مدريد؟ هل يستطيع البقاء موسم أو أكثر مع الريال؟ نعم، أعتقد أنه يستطيع أن يواصل العمل. هو يعتني بنفسه جيدا، هو لاعب رائع، هو رجل عائلة في المقام الأول، هو يحاول ويهتم بنفسه، هو يقضي وقتا كثيرا مع عائلته، فبالتالي هو يهتم بكل نواحي حياته، هو محترف تماما، فبالتالي أعتقد أنه سيلعب لسنوات أخرى، لا مشكلة في ذلك. عايز أسألك عن الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي والمنافسة الكبيرة الثلاثية بين مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، في رأيك من سيكون البطل في النهاية؟ إلى أي مدى ستنتهي هذه المنافسة بين الثلاثي الكبير؟
Oh my God, it's so close. You know. الأمر قريب كما تعرف. ليفربول لديها العديد من الإصابات ولكن محمد صلاح عاد لليفربول. أعتقد إذا استعاد لياقته سينافس مانشستر سيتي، فمانشستر سيتي الآن رائع، حقا رائع، ربما هو أفضل نادي في الثلاثة. أيضا الأرسنال يقدم كرة قدم رائعة، فالأمر صعب جدا أن نختار بطل الدوري الإنجليزي. الآن إنجلترا الآن لديها العديد من اللاعبين من الأندية الرائعة، فبالتالي النادي الذي سيفقد نقاط ولكن هو الذي سيخسر، ولكن الأمر قريبا بين الثلاثة. قرأت لك في السابق تصريحات كثيرة عن محمد صلاح، أحب أسمع رأيك في هذه المسيرة الرائعة للملك المصري في الملاعب الإنجليزية طوال هذه الفترة الماضية. محمد صلاح هو لاعب كرة قدم رائع مثل لوكا مودريتش، كما قلت هو محترف، هو يعيش بطريقة صحيحة، هو يتدرب بطريقة صحيحة، هو اللاعب المناسب لليفربول على مر التاريخ، مهارة رائعة، قدرات رائعة، يحرز العديد من الأهداف، هو مثال يحتذى به للعب المحترف، هو في أعلى مستويات. محمد صلاح لاعب على أعلى مستوى. محمد صلاح يلعب حاليا في الجناح الأيمن. في السابق قمت أنت بتغيير مركز لوكا مودريتش، لو كنت مدرب لي محمد صلاح كنت هتغير له المركز بتاعه ولا هو مركز الجناح الأيمن؟ لا لا، محمد صلاح يؤدي بشكل رائع حيث يلعب، كما تعرف هو يحرز العديد من الأهداف في كل أسبوع، لا يمكنك أن تقدم أفضل، هو رائع. أعتقد أن محمد صلاح يلعب في المركز الأمثل له، فهو لاعب كرة قدم رائع الآن. تعاملت مع كثير من اللاعبين في الدوري الإنجليزي وعدد كبير من الأندية، وبالتأكيد شاهدت لاعبين مصريين لعبوا في الدوري الإنجليزي بعيد عن محمد صلاح، أي لاعبين تتذكر؟ منذ سنوات هذا أنا تعاملت مع العديد من اللاعبين المصريين. اللاعبين الذين يأتون لإنجلترا يجب عليهم أن يكونوا يتحلوا بالاحترافية اللازمة. الجميع الذي يأتي لإنجلترا يظن أنه قد أدى كل ما عليه، ولكن يجب عليك أن تكون محترفا. ولكن أنا سررت بالتعامل مع اللاعبين المصريين الذين أتوا من إنجلترا، لكن محمد صلاح هو الملك حتى الآن. أكيد تعاملت وتنافست مع كثير من المدربين الإنجليز على مدار، أو المدربين عموما على مدار مشوارك في الدوري الإنجليزي، أي من المدربين كان بالنسبة لك المنافس دائما الأصعب أو كنت تستمتع بمنافسته في المباريات؟ سأقول بالطبع أليكس فيرغسون. كان لديه فريق رائع مانشستر يونايتد، اللاعبون رائعون كما تعرف، بيكهام، جيجز، سكولز، كين، فيديتش، العديد من اللاعبين الرائعين لمانشستر يونايتد في هذا الوقت، أندي كارل، دوايت يورك، فبالتالي كل عام كان يخرج لنا لاعبا رائعا، في كل عام يذهب لاعب من مانشستر يونايتد ولكن يخرج لنا فيرغسون لاعب رائع آخر. أليكس فيرغسون هو المدير الفني الأبرز. في رأيك في التوقيت الحالي ومع قرار يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول مع نهاية الموسم، هل في رأيك سيتأثر الدوري الإنجليزي، سيتأثر ليفربول برحيل كلوب؟ نعم بالطبع، هو مدير فني رائع، شخصية رائعة، لديه الشخصية اللازمة لقيادة الفريق، فبالتالي الفريق سيتأثر. من الصعب أن تحضر مديرا فنيا في محل يورجن كلوب، مستحيل. النادي الآن سيكون أمام مهمة صعبة بالطبع بعد رحيل كلوب. مين في رأيك في الوقت الحالي هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟ Who do I think is the best player?
في هذه اللحظة أعتقد أنه فيل فودن. فيل فودن من مانشستر سيتي. أعتقد أنه اللاعب الأحسن. هو لاعب مذهل. الدوري الإنجليزي محافظ على صدارته لجميع الدوريات العالمية منذ سنوات مع التطور الكبير في الدوري السعودي وعدد كبير من اللعيبة العالميين وصلوا إلى الدوري السعودي. هل تتوقع منافسة قريبة بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي ولا المنافسة ما زالت بعيدة بين الدوريين؟ لا لا لا، السعودية لا زالت بعيدة جدا 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 عن المنافسة مع الدوري الإنجليزي. اذهب إلى ليفربول، سأذهب إلى ليفربول في يوم مباراة السبت أمام مانشستر سيتي، ستجد المناخ والظروف والبيئة كل شيء مختلف، كل شيء مميز. لديك مناخا مميزا، لا يمكنك أن توجد هذا المناخ في السعودية، مستحيل. المباراة نفسها، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ما توقعاتك ليها يوم السبت؟ أعتقد أتوقع مباراة رائعة من كلا الجانبين. كلا الجانبين لديهم لاعبين رائعين. أعتقد أن توقعاتي ستكون بالتعادل، لأن الفريقين رائعين. مانشستر سيتي الآن هو الأجهز. دي بروين، فودن، هالاند. ربما مانشستر سيتي لديه الفرصة، ولكن ليفربول لديه محمد صلاح. العديد من الإصابات، ولكن بالطبع سيفتقد نونيز إذا ولكن إذا حل سنرى مباراة رائعة. مانشستر سيتي يبدو الأقوى، ولكن المباراة ستكون قوية أمام ليفربول، ولكن ومن الصعب أن تهزم ليفربول على ملعبه، فبالتالي المباراة ستنتهي بالتعادل في توقعي. السؤال القادم يخص الدوري المصري، وكثير من الأنباء كانت أو كان يتم تداولها عن توليك أو إمكانية توليك لأحد الفرق المصرية، تحديدا الأهلي والزمالك. على مدار السنوات الماضية اسمك دائما وأبدا كان يتردد. هل في أي لحظة فوضك أي نادي مصري لتدريبه خلال هذه الفترة الماضية؟ نعم، أنا تحدثت مع بعض الأندية. أنا كنت مهتما بالقدوم في هذا الوقت، ولكن الأمور كانت صعبة. نعم، ولكن هل وددت أن آتي إلى مصر؟ نعم، أنا وددت أن آتي إلى مصر. بلد رائعة، وكانت لتكون خبرة رائعة بالنسبة لي إذا أتيت. الأهلي أم الزمالك تحديدا اللي فوضك؟ أنا تحدثت مع الناديين في فترة ما. مع الناديين. طيب، لو سألتك مين في رأيك هو أفضل لاعب في العالم حاليا؟ أفضل لاعب بدون ميسي ورونالدو أعتقد سيكون صعبا أن تختار الآن، ولكن في هذه اللحظة لدينا إمبابي. نعم، لا يستطيع أحد أن يقترب من ميسي ورونالدو حاليا. ربما محمد صلاح سيكون من أفضل خمسة، ولكن لا أرى لاعبا مميزا بنفس الخصائص الخاصة بميسي ورونالدو وعلى العدد الهائل من البالندور الذي توج به، ولكن المسيرة الخاصة بهما من الصعب أن تتكرر. لا أرى أي لاعب يقترب منهما، لا أرى أي لاعب يمكن أن يكون ميسي أو رونالدو في المستقبل. لنرى في المستقبل، ولكن لست متأكدا. لم أختر أي أحد، ولكن إمبابي ربما يكون هو الأفضل الآن. لا أعلم، لا أعتقد كما قلت أنه بجودة ميسي أو رونالدو في هذه اللحظة، ولكنه الأفضل الآن. لما تذكر هالاند وهو يقدم مباريات كبيرة في الدوري الإنجليزي، ما رأيك في المستوى الذي يقدمه هالاند في الدوري الإنجليزي؟ هالاند رائع. هالاند
هالاند محرز أهداف بشكل رائع. هو أفضل مهاجم داخل الصندوق حتى الآن في العالم بعد وخصوصا بعد فترة هاري كين في إنجلترا. هاري كين رائع أيضا، يمكنه أن يفعل أي شيء، يمكن أن يصنع أهداف، يمكن أن يحرز بالرأس بالقدم. هو لاعب متكامل، لاعب رقم 9 متكامل هاري كين. لو سألتك ما بين الثلاث لاعبين محمد صلاح هاري كين هالاند، كنت تحب تدرب مين في الثلاثة؟ يا إلهي، سؤال صعب جدا. لا لا لا، سؤال صعب جدا. محمد صلاح سيكون مختلفا. هاري كين لا زال في رأيي أفضل من هالاند. نعم هالاند رائع، أنا أحب هالاند على المستوى الشخصي، ولكن هاري كين يمكنه أن يفعل أي شيء حرفيا. هو لاعب متكامل عن هالاند. محمد صلاح مختلف عن الاثنين، يمكن أن يجري بالكرة، يمكن لديه مهارات أكثر من اللاعبين الآخرين، ولكن سأعتقد أني سأختار هاري كين كلاعب رقم 9. لأن السؤال كان صعب فأحاول أسهله لك بشكل أفضل. يعني لو معاك الثلاث لاعبين هالاند وصلاح وهاري كين، تاخد معهم كم بطولة؟ لا أنا سأكون مذهلا، سنحرز العديد من الأهداف، سنحرز الكثير من الأهداف، سنفوز ببطولة تلو الأخرى. لن يستطيع أحد أن يوقفنا في هذه الحالة. طيب في رأيك مين حاليا هو المدير الفني الأفضل في العالم؟ بيب غوارديولا. هو رائع الفترة الأخيرة مع مانشستر سيتي، أدى بشكل رائع. بيب هو شخصية رائعة، مدير فني مذهل، يقدم كرة قدم رائعة على المستوى الفني مع مانشستر سيتي. إنجلترا كمنتخب على مستوى اللاعبين بيقدم لاعبين دائما، المنتخب الإنجليزي رائعين جدا، رغم كده هو بعيد عن منصات البطولات العالمية والأوروبية منذ فترة طويلة. هل المنتخب الإنجليزي قادر في هذه اللحظة في 2024 أن يحصل لقب يورو 2024؟ تماماً، إنجلترا ستكون بطلة يورو 2024. لديها أفضل اللاعبين، بيلينغهام، فودن، ساكا، كين، ديكلان رايس. منتخب رائع لدينا الآن، ستونز، ووكر، لدينا مجموعة رائعة من المواهب الشابة بقيادة بيلينغهام في ريال مدريد. هو يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم خلال سنوات قليلة. فودن الآن هو لاعب يؤدي أداء مخيفا في هذه اللحظة، ولدينا أيضا ساكا مع أرسنال. على ذكر مبابي، منذ قليل في كل موسم الجميع يتحدث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، هل هذه الخطوة في رأيك تأخرت بالنسبة لمبابي؟ Which player؟ طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال. عامه خدنا كل الاسئله الممكنه من هاري ريدناب، واحد من اهم المدربين التاريخيين في الدوري الانجليزي الممتاز. لقاء سعدت به جدا، ومره اخرى ودائما وابدا اشكر زميلي العزيز احمد شهاب على هذه المداخله وهذا اللقاء المهم جدا.